أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا تناولت تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وأضاف الرئيس السيسي أن المباحثات عكست توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. عكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية. اتفقنا أيضا مع دولة رئيس الوزراء على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصري، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.